حكيم، انت ما شفتش عنبة؟ عنبة زعلانة ومتأثرة جدا علشان كسرت مرايتك يا بوسي، وفاكرة انك متضايقة منها. ما انا بدور عليها عشان اقول لها وافهمها اني مش زعلانة منها. بس هي راحت تدور لك في المحمية على مراية جديدة علشان تديها لك بدل اللي كسرتها بالغلط. انت تعرف مشيت من انهي ناحية؟ مشيت من الناحية دي. شكرا يا حكيم، اتمنى انك تقضي يوم جميل. يا حكيم يا بوسي، لازم نتحرك وننقذ عنبة قبل فوات الأوان. عنبة؟ مالها؟ إيه اللي جرالها؟ خرجت من شباك المحمية ومش عايزة ترجع تاني ومصرة. ها؟ وإزاي عرفت يا سريع؟ وهي ليه عملت كده؟ عشان سمعت بوسي وهي بتقول عليها إنها مش عايزة تشوفها تاني في حياتها. بس أنا ما قلتش كده. قالت إنها سمعتك وانت بتقولي الكلام ده عنها مع رهوان. رهوان؟ دلوقتي بس فهمت. أنا كنت بتكلم ساعتها مع رهوان عن المراية القديمة اللي اتكسرت، وقلت له يا رهوان أنا خلاص مش عايزة أشوفها تاني. يبقى أكيد عنبة افتكرت إن الكلام عليها علشان كده حست بالزعل وقررت إنها تمشي. يبقى لازم نتحرك بسرعة ونلحقها قبل ما يحصل لها أي حاجة. مفيش حد فيكم هيخرج من المحمية وأنا هطلب المساعدة. أنا جيت من السوق أهو. جبتي لي الحاجات اللي طلبتها منك يا فرح؟ أيوة يا حموزة، كل اللي أنت محتاجه لاختراعك الجديد. شكراً يا فروحة، أنتي أحلى أختي في الدنيا كلها. أظن أنك هتسيب اختراعك الجديد ده شوية في حالة طوارئ. أيوة، يبقى يلا بينا. حصل يا حكيم؟ يا ترى ايه حل الطوارئ النهارده؟ عنبة مشيت من المحمية زعلانة وقررت انها ما ترجعش تاني مهما حصل. وليه عملت كده؟ عشان سمعتني وانا كنت بتكلم مع رهوان عن المراية القديمة، وبقول اني مش محتاجاها تاني.
فهي افتكرتني اني بتكلم عنها. يبقى لازم نلاقيها بسرعة قبل ما يحصل لها أي حاجة. يبقى شكلنا كده هنحتاج الفلفل الأسود من تاني. بتعيط ليه يا حزين يا برميل الكآبة؟ أنا كبرت على عياط. أمال منين يعني جاي صوت العياط ده؟ مش عارف، أنا زيك سمع صوت العياط بس مش عارف ده جاي منين. طب اسكت. أهلا وسهلا بوجبة الفطار المعتبرة. بتعيط علشان خايفة منك يا شارك. طبعا، هو انت مش عارف ان شارك مخيف؟ لا انت مش مخيف، انا بعيط علشان سبت صاحبتي. يعني انت مش خايفة مني؟ لا، بس انا هاكل. لو انت هتاكلني اتفضل يلا انا قدامك. خلاص مش مهتمة وما بقاش عندي اي اصحاب وما عنديش بيت وما عنديش حاجة. اتفقنا، ما تزعليش يا حلوة، هيبقى ليكي لوحدك اكبر بيت في معدتي. اوعى تفكر انك تأذيها او حتى تقرب منها. ابعد عنها وإلا هتندم. خد بالك يا شارك، دول أحفاد عم حارس اللي قبل كده غفلونا. ما تقلقش يا سغليلو، أنا اللي هكسب المرة دي بتاعتي. أنا سمعت الجملة دي 100 مرة. قلتلك قبل كده ابعد عنها يا شرير. طب ولو ما بعدتش هتاخد من ده. هو انت فاكرة ان مسدس الخرس ده هياكل معايا؟ إزاز الخوذة بتاعتي شكله كده قرب يتكسر. حسبي يا فرح. وانت كمان زيه. هو ايه ده اللي بيحرق لي مناخيري؟ انا مش قادر اتشي. ده فعلا بيحرق. ده اتشو. يلا يا عنبة لازم نمشي في اسرع وقت. بسرعة يا عنبة، لازم نهرب قبل ما يروح تأثير الفلفل الاسود. سيبوني وامشوا انتوا، انا مش هرجع المحمية مرة تانية. انا حقيقي ما عنديش اصحاب ارجع لهم. اللي حصل ده كله كان سوء تفاهم يا عنبة. بوسي مش بتتكلم عنك. ازاي ده، انا سمعت الكلام بوداني. بس هي ما كانتش تقصدك انت بالكلام. بجد؟ يا عنبة ما عندناش وقت نشرح لك، إزاز الخوذة ممكن يتكسر دلوقتي. أرجوكي يا عنبة يلا بينا وإحنا هنشرح لك كل حاجة في المحمية. ما عندناش وقت. يعني انتي كنتي فعلا تقصدي المراية؟ ايوه طبعا. يعني ده معناه ان انتي مش عايزة تغيريني خلاص؟ ايوه، انتي اقرب واحدة ليا يا عنبة وما اقدرش اعيش من غيرك ابدا. ولا انا اكيد يا صاحبتي. وبمناسبة ان عنبة اخيرا رجعت لنا المحمية بالسلامة، انا هديلها هي وبوسي هدية جديدة هتعجبهم. ايه ده؟ هي دي مراية جديدة بجد؟ أيوة، أنا رحت جبتها عشان أكون مخصوص من السوق. دي بالنسبة لي أجمل من المراية القديمة. أيوة، أنا ملاحظة إن إحنا كمان بقينا أحلى بكتير يا بوسي في المراية الجديدة. هاهاها
بيب باب بيب.